الخوره دي، دقيقه دقيقه انتظر. الراجل ده جن ولا شنو؟ كل ما يسمع بتاع الخوره ده يجري. يا عوض عوض، ما تحبش الحاجات دي، كملتها كلها انت. بتاع الغرد عوض ووب علي، دي زهرية ما خرد. يا ولية كلمتك كلمتك يا أخي كلمتك، بتاع الخرد ده أنا ببيع ليه الخرد دي لأنه بيشيلوها بيدوها لأسر فقيرة وبعيدوا تصنيعها، يعني في ناس محتاجين لها، فيش يعني المعنى شنو؟ نحن نخلي الخرد دي مجدة عينها في راس البيت ولا وين ولا وين، وزحمة لنا البيت وفي ناس محتاجين ليها يا اخي. يا اخي حسي، ومنو قال لك نحن ما محتاجين ليها؟ نحن ما تلقطها، نحن ما محتاجين ليها، دي حياه قديمه. بعدين نمر اثنين، انا بحاول اشجع سوق الدلاله وسوق الخرد في البلد، بعدين دي واحده من المهن يعني المهمه جدا في العالم، العالم كله اصلا بيعتمد على الخرد دي. اسمع يا عوض، هاي ما تشيل لك حاجه ثانيه من هنا تبيعها، بس كلمتك. الخرد الخرد، دقيقه يا بتاع الخرد. الخرد الخرد يا اخي، بتكور جايين جايين يا بتاع الخرد بتاع الخرد. الخرد 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 الخرد، يلا الخرد 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 الخرد. يا عوض عليك الله يا عوض، يا اخي كرهتنا يا اخي، نقلت البيت كله كمان، طلعت فوق في راس البيت، اليوم كله مسنقر لي في راس البيت. عوض يا اخي عليك الله، انزل يا اخي، السيخ ده انا دايره ما تهب ما تهب شو لي دايره شو لاس دي، دي كلها خرد خرد ساي، بدل قاعده هنا احسن نبيع نستفيد منها للراجل بتاع الخرد يا اخي. انا لو راس البيت دي كلها خرد كلها خرد، الله العله ده لو دوني فيها فرصه الله يبيع لك للراجل ده كلها. ده كله قرار يا اخي، دايره شنو؟ دايره انا يا اخي، اخذت فوق دايره خرد ساي، دقيقه بتاع الخرد. الخرد 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 في عينك انت يا راجل، ما عندك شغله غير بيتنا ده؟ اسمع هنا، والله والله انا اشوفك تاني قاعد هنا دي، ولا تجي مره سايبه الشارع داني الا بلغ لك البوليس. يلا طير من هنا. الله يحرقك. الخرد 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 الخرد. هاي اوعى